فعلا يعني هذا منتهى القذارة ومنتهى السفاهة ومنتهى الحطة، أن يتعامل مع البشر بهذه الطريقة نعم. في التفريق. وهذا يدل على أن العدو متغطرس، وأنه سائر في خطط مدروسة، ولا عليه من أراد أن يطبع معه وأن يتنازل فأهلا وسهلا، أما أنا فأنا مؤمن بهدف وسائر في الطريق، وأصافحكم بيد وأصفعكم بيد. نعم. فهو يعني يظهر حقيقته، وهذه الحقيقة في الحقيقة هي مكشوفة لنا في القرآن الكريم. والله تعالى بيّن لنا سوء طباعهم وكذبهم وجورهم، وعراهم لنا بما لا نحتاج معه إلى وصف آخر لهم. فما ينفذونه الآن هو وفق ما ذكره الله تعالى عنه في القرآن الكريم. نعم. إذا كان تطاولوا على الله عز وجل، وتطاولوا على الأنبياء والمرسلين وعلى كتب الله عز وجل، أفلا يتطاولون على بقية البشر؟ نعم. الله تعالى يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. نعم. لعناهم بكفرهم، فبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى مريم رسول الله، فهم قساة القلوب. نعم. وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، فأكالون للسحت. نعم. فوصفهم الله تعالى بهذه الصفات، حقيقتهم أصبحت فاضحة مكشوفة قبل أصلا أن يعني يبينوا بأفعالهم. هم يوقدون الحروب، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. فوصفهم الله تعالى بشتى الصفات الذميمة التي تكشف حالهم وحقيقتهم. جميل. فلذلك فلا يستغرب أن يفعلوا مثل هذه الأفعال الشنيعة الواقعة الآن منهم في إخواننا المسلمين في القدس وما حوله، في كل بلاد في فلسطين. لكن كما قال: نحن نحيي المرابطين، نحيي المجاهدين. نعم. وقد سمعنا ذاك القسم العظيم الذي أقسموا صحيح. واجتمعوا عليه، فهذا يدل على قوة الإيمان في قلوبهم، وعلى أنهم لا يخافون ولا يهابون إلا الله، والإنسان له موتة واحدة، فاختارهم أن يموتوا شهداء، رجالهم ونساءهم، كبارهم وأطفالهم. في نساء يأتين من مناطق بعيدة يمشين على الأقدام نصرة واستجابة لنداء الحق. هذا في الحقيقة مظاهر يعني مفرحة مثلجة، مظاهر عزة للصدر، وتدل على أن المسلمين على خير، وأن هذه الأمة فيها خير كبير. جميل. وأن هذه من صور النصرة التي يجب أن نقدمها لنستحق نصر الله عز وجل بعد ذلك.